كم طريق الخير والحق والشهداء. برشا أمثال قعدنا نتناقلوا فيهم جيل ورا جيل، وكل مثل تقال عنده أصل حكايته بطبيعة. مثل اليوم يقول يا جماعة صاحب صنعتك عدوك حتى لو كان خوك، ولا حتى خوك. حتى لو كان جي في العيلة، حتى لو كان بوك يزالي تقال بيان سور خوك ولا بوك، هي ذلك حاجة خوك. هي خوك. ولا هي الأصل يا خوك. أما نفس السياق بريسك، نفس الوصف. صح نفس صح صح. باش نكتشفوا القصة اللي وراء هالمثل هذا في خرفت اليوم. يحكيوا جدود في قديم الزمان كان ثم قاضي عنده زوز أولاد، واحد اسمه عبد الله والثاني اسمه عبد الصمد. عبد الله وعبد الصمد كانوا إخوة توامة محبوبين عند والديهم، جابوهم بعد 10 سنين عرس. من بعد ربي مكرمهم بيهم، يعني زوز إخوة عاشوا في الدليل للعنكوش، قراهم بوهم وجاب لهم المد حتى للدار، حفظهم القرآن. كي كبروا شوية أمهم جات لبوهم قتلوا يا راجل الولاد كبروا توا وقت باش يتعلموا صنعة يعيشوا منها نهار آخر. هك القاضي قالها كلامك صواب وزين يا امرأة، تبر عليا زعمة شنو الصنعة اللي نعلمها لهم؟ قتلوا علمهم النجارة، هك ترى النجارة قديش ليامات تربح وزيد الناس تعشق تطليع الموبيليا. قالها كلامك صواب وصحيح، من غدوة هزهم الأشهر حانوت بتاع نجارة في المدينة، حطهم عنده باش يتعلموا الصنعة كما ينبغي. هك الولاد تبارك الله تعلموا فيسع ولاو شاربين الصنعة شربت ماء. برا يا زمان ويجا يا زمان. عبد الله عبد الصمد كبروا وبوهم حللهم زوز حوانت بجنب بعضهم، كل واحد فيهم كان يخدم بضمير وكان ربي مبارك لهم في رزقهم، والزوز اخوات واقفين مع بعضهم في الخايب اقبل الباهي وعايشين في الخير ونعمة ربي تقريبا ما يتفرقوش. الزوز عرسوا جابوا صغار وبرين والديهم، لين جات مدة كزدت عليهم شوية طاحت الخدمة، وكل يوم يقولوا تو تتحل، في يوم غدوة في يوم غدوة في غدوة في غدوة شيء النافع ربي، الأمور ما عادش ماشية وعمال ماشية بالتوالي، الفلوس قلت والمشاكل كثرت، كل يوم يصبروا في رواحهم. تو ربي يبعث لهم الرزق ولا ويتمناوا حتى باش يصنعوا حتى ميدة ولا كرسي. الدنيا تقلبت فوق روسهم والديون كثرت، كي يروحوا لديارهم يبداوا يعيطوا ويسيحوا ويفرغوا قلوبهم في نسائهم وصغارهم. نهار من نهارات قصدوا ربي مشاو حلوا حوانتهم، وكل واحد فيهم حاطت كرسي وقاعد قدام المحل متاعه. هما كاكا قاعدين ويشوفوا في راجل جايهم، راجل لابس بالكدا متهمم وحاط الحطة ظهر فيه لباس عليه، وقف قدامهم الزوز وقال شكون فيكم نجار؟ اتكلموا الزوز مع بعضهم وقالوا انا. قال لهم لا انا حاجتي بنجار واحد، ولدي باش يعرس نحب نحضر له موبيليا متاع عرسه. هك الزوز اخوة خزروا لبعضهم وكل واحد فيهم يهمس في الاخر باش ياخو هو الخدمة. هك الراجل اتمهمش في وسطهم قال لهم اي قولوا لي شكون توا باش يخدم لي، ما كانش خليني نمشي على روحي ونقصد ربي النجار اخر. عبد الله قال عبد الصمد احشم يا ولدي وخلي لي الخدمة للي انا. عبد الصمد قال له علاش انت علاش مش انا؟ الحصيل ولا واحد فيهم طيح من روحه ولا كبر قلبه، تلمت الناس عليهم والعركة كبرت من اللي كانوا بالكلام وليت باليدين، زاد كبرت جبدوا الخناجر وكل واحد يغرس الخنجر على خوه، قضاوا على حياة بعضهم، يعني زوز أخوات قتلوا بعضهم على خاطر الفلوس والخدمة، ونساوا اللي هما دم واحد يجري في عروقهم، نساوا صغرهم ولعبهم وحليب أمهم، كانوا ينجموا يقسموا الخدمة مع بعضهم، أما الطمع والشيطان ادخل بينهم. وبعد ما صارت الأحداث هذه اخرج المثال اللي يقول صاحب صنعتك عدوك حتى ولو كان خوك. انت تتصوروا مدى صحة الحكاية هذه في وقتنا تو؟ لا هي ديجا في الوقت هذاك يمكن باز صحيحة وصار منها برش، حتى تو موجود الغيرة والحسد، الغيرة وهي الحكاية كل حكاية معناها قلوب صافية من داخل، ثم عباد قد ما تخدم وقد ما تلم وقد ما تكون ما ترضاش وما تشبعش، وماذا بها ديما كل شيء عندها هي معناها. فانت قام مثلا واحد يخدم في 10 خدم في النهار ويبغى الزار وخاطر دخل خدمه بجنبه اللي هو خدم 10 ماذا بيرا كل شيء عنده هو. هذه تصير الحكايه نور بالحق، انت باش نحكي لك هكا واش تلاحظها الحكايه. تلاحظ شي ساعات ترى حانوت يخدم في حاجه معناها في محل هكا في حاجه معينه يعمل هكا يرى جاره وهو يخدم معناها في ارتيكل ولا يخدم في ستيل مغاير للستيل نتاعو، بمجرد انه يرى الخاطر عليه ماشي جاي وكل شيء يقول لك انا خلينا نجربها، فهمتني؟ يبغضك يحس روحه يقول لك انا شبيني مشني خير معناها مش كذا، فهمتني؟ هي اقسام تسيق وارزاق ارزاق تسيق. اما قلت لك العبد زاد من داخل القناعه مثلا ما ثماش قناعه حتى لحظه. احنا في
أو هنا معناه في بلادنا وقدام عينينا. صح. اللي حل طابونة يخدم شوية يجيب جنبه واحد هي 50 متر هذا اللي حكيت عليه هذا اللي يحل سامحني حنوت ملاوي يجيب جنبه واحد يحل ملاوي خضار يحل جنبه خضار تلقى ما نعرفش أنا موجود تريتوار نتاع 500 متر وفيه أربعة طابونة و500 وخمسة خضارة والله والكل ناس كل تخدم وقسم هو معنا معناه لكن موجود العناد في الحاجة هذه معناها مش ولي معناها نتاع فكين بعد ولي يغيروا من بعضهم راهو وريت ويعصوا على بعضهم تلقاه يكسر في خدمة الآخر والسوم نتاع السوم الآخر معناها تولي بالضبط نخرج من المنافسه الشريفه للكونينيكلك والبغض كما قال حمزه دوفا ماناش نعيش في المدينه الفاضله اليوم برشا راهو تبدل الحديد معناها تقام بجيران في نفس الخدمه معناها هذا اللي قلته انا حبيت ناكد امير على كلامي قلت معناها اخدم مش معناها كون ماري ما تكونش حسودي معناها ماري ما تكونش حسودي حل بجنبي اخدم كيفي مي ما تعمليش هيك الحاجات اللي معناها ينغصوا لي حياتي صح. اللي يخليوني انا نخسر صح. اللي يخليوني انا ما نعرفش انا يضروني برشا فهمتني ما تجيش تطيح في الاسوام ولا تجي تحط ميم ارتيكل وتقضي عليا بيه مثلا بسيط اليوم نشوفوه في مثلا في قرون ثم صغيره سنتر يا اخي الناس كل نشوفوا قبل احنا مين نقضيهم عند العطاره الصغار صحيح اليوم كريمون تقضى عليهم خاطر في كل حومه ولا ثم ترواكا سيباريت سوبر مارشي صحيح معناها كل عطاره كي كان مثلا يخدم عند 10 عيال يخدم من عنده ما عادش مسكين ما عادش حسوا كل كريدي والدنيا صحيح ولا يخدم على كريدي ساعات هو كل وقت ولكن فما يعني قناعة ساعة بيه ودي برانسيب ما يتبدلوش إن شاء الله يكون هكا الميساج واضح وإن شاء الله العبرة لمن يعتبر يعطيك الصحة يا حمزة ومشكور جدا على الحكاية الحلوة برشا برشا فيه هيتش عندك هيتش عندك هيتش عندك كما عودناكم ديما نكونوا من قلب المونديال بعد شوي يكون معنا زميلنا لطفي من قطر لو خليكم بون شي بوز مع الموسيقى ورجعينا